أغرب ما قام به المدربين في ملاعب كرة القدم، مدربين مجانين. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. المدرب في فريق كرة القدم هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج الفريق، حتى لو خسر الفريق أو فاز فهو المسؤول عن تلك النتائج، وأصابع اللوم تأتي عليه. لذا المدربين يكونون دائما في ضغوط كبيرة في الملعب، ويحاولون دائما إظهار ردة فعلهم سواء الغضب أو الفرح. لذا سنشاهد في هذا الفيديو أغرب ما قام به المدربين في ملاعب كرة القدم. لنبدأ. كما ترون أمامكم أتت هذه الكرة عن طريق الرياح، فقام المدرب بإرجاعها ليتفاجأ بأن هذه الشباك أتت لابتلاعه. انظروا إلى هذا المقطع المضحك والمثير هنا. انظروا إلى هذا المدرب والذي وقف أمام الحكام وأخذ يمثل أنه أخذ صفعة من الحكم. انظروا كيف وقع على الأرض وأخذ يمثل أنه ضرب. هذا المدرب حاول التقاط الكرة بيده لكنها وقعت ودخلت بين أقدامه. حاول تدارك الموقف بأن يلعب بالكرة. شاهد المدرب يورجن كلوب وردة فعله الرائعة على هذا الهدف الذي قام لاعبيه بإحرازه. انظروا إلى ردة فعل هذا المدرب الغريبة واحتفاله الغريب هنا. يبدو أن هذين الشخصين يحاولان تثبيت سارية هذا العلم، لكنهم ليس معهم أدوات لتثبيته، فقاما باستخدام حذائه كمطرقة لتثبيته. انظروا ردة فعل جوزيه مورينيو الرائعة بعد تسجيل الإنتر هدفه الثاني في الدقيقة الأخيرة على مانشستر يونايتد. انظروا إلى ردة فعل المدرب الغاضبة بأن حاول أن يركل هذه الزجاجات على الأرض، لكنه وقع بطريقة محرجة للغاية ما زادت من غضبه حقا. هنا هذا المدرب يقوم بنطح اللاعب برأسه ويمثل أن اللاعب قام بضربه. شاهدوا فرحة جوزيه مورينيو عندما كان يدرب ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة بعد أن وضع فريقه الهدف الثالث. هنا يحاول هذا المدرب التقاط الكرة لكنه لم يستطع، فترتطم وجهه بهذه الطريقة المضحكة. انظروا إلى ردة فعله. انظروا إلى فرحة هذا المدرب الذي قام أفراد فريقه بتسجيل الهدف، لكنه مع الفرحة وقع على الأرض، وتفاديا للإحراج قام باحتضان المدير الفني للفريق. أتى هذا اللاعب ليأخذ الكرة لكن المدرب قام متعمدا بعدم إعطائها له وإدخالها بين أقدامه، ليقوم اللاعب بدفعه بطريقة خفيفة فيقع ويمثل على الأرض أن اللاعب أوقع. كما ترون هنا أرسن فينجر يحاول وضع يده في الجيب لكنه لا يستطيع. إنه يحاول عدة مرات ومع تركيزه في المباراة لم يستطع وضع يده جيدا. هنا هذا اللاعب يدفع منافسه بهذه الطريقة ليقوم بالدحرجة على أقدام هذا المدرب ويوقعه أرضا بهذه الطريقة القوية. انظروا إلى ردة فعلي وفرحة هذا المدرب بالانتصار على هذا الفريق. حاول هذا المدرب أن يقوم بحركة جميلة لكنه فشل بالأمر. هنا ردة فعل هذا المدرب بعد إلغاء هذا الهدف، فانظروا إلى غضبه العارم هنا. هنا هذا المدرب بعد ما وصلته الكرة يعطيها إلى لاعبي الفريق الآخر بطريقة مهينة، إذ أنه قام بضربها بمؤخرته. انظروا إلى الحركات الغريبة التي يقوم بها يورجن كلوب على مقاعد البدلاء عندما قام باستلام فريق ليفربول لأول عام. هنا هذا المدرب يحاول الشجارة مع حكم الراية ويتهمه بالغش. انظروا إلى أصابع الاتهام هنا. هنا هذا المدرب بعد أن وقع لاعبه قام بصفعه على مؤخرته بهذه الطريقة بردة فعل غريبة للغاية. انظروا إلى هذا المدرب ماذا يفعل؟ يقوم بالتقاط الزجاجة بفمه. يبدو أنه نادم على تلك الفرصة التي ضاعت على فريقه.
انظروا إلى ردة فعل المدرب السير أليكس فيرغسون بعد أن تم فرقعته شيء في الملعب. انظروا إلى ردة فعله والخوف هنا. أتى هذا الشاب لالتقاط صورة مع أرسن فينجر، لكن لابد أن الحظ لم يحالف، إذ أنه خرج من وضعية التصوير وظن أنه التقط صورة. انظروا الاحتفال الغريب والمجنون من هذا المدرب بعد أن قام فريقه بتسجيل الهدف. لقد قام بضرب لاعبيه وتكسير لوحات الإعلانات. إنه مدرب مجنون حقا. أتى هذا اللاعب هنا لالتقاط الكرة من التماس، لكن المدرب قام بخطف الكرة من أمامه. هنا سيميوني ومدرب فريق غرناطة يتبادلون الكرة بينهم بطريقة رائعة للغاية. انظروا إلى الأجواء المريحة هنا. هنا مورينيو يقوم برش الكاميرا بقليل من الماء وهو خارج من الملعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.